لا إله إلا الله إلا محمد رسول الله. 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 بعد نشر الفيلم المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم على شبكة الإنترنت ورفض المجتمع المصري والعربي له بالمشاركة في مظاهرات هزت السفارة الأمريكية بالقاهرة، نظمت نقابة المهن التمثيلية وقفة احتجاجية بمقرها للتعبير عن غضبهم ضد هذا الفيلم في جمعة رفض الإساءة كما عرفت إعلاميا في ظل غياب نجوم الصف الأول. فبتنظمها نقابة المهن التمثيلية كجزء من الاحتجاج العام من الشعب المصري بكل طوائفه مسيحيين ومسلمين ضد الفيلم المسيء للرسول. كلنا طبعا مشاعرنا أديرت وكلنا تأذت مشاعرنا من هذا الفيلم المسيء، وكلنا بنعبر للعالم كله عن احتجاجنا وعن رفضنا لهذا النوع من الأفلام. نقيب الفنانين أشرف عبد الغفور أكد أن هذه الفعل البذيئة الغرض منها استفزاز مشاعر المسلمين وإحداث بلبلة وفتنة طائفية وعدم استقرار في مصر والعالم العربي. احنا ما احناش في حاجة ان احنا نعمل وقفات لشرح ما هو دين الإسلام ولا من هو رسول الإسلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ولن نتقهقر بالزمن مئات القرون عشان نبتدي نشرح للعالم احنا ديننا الإسلامي شكله ايه وبينادي بايه. اعتقد ان العالم كله عارف الحكاية دي، اللي احنا بنقول بان المسألة ابعد من هذا الاطار اللي ظاهر على الصورة الإسلام والمسيحية. المسألة أعمق من كده وأبعد من كده، وأعتقد بأن كل اللي حاصل ده وآخره هذه الفعلة البذيئة اللي حصلت من مش عايزين نسميه فيلم ولا حاجة، شوية الحاجات القبيحة اللي هم عملوها كل ده الغرض منه هو استفزاز والإساءة لمشاعر الناس. لا إله إلا الله فداك نفسي يا رسول الله. مش راضيين على كده. وبعدين انا بعد ما شفت الفيلم ده مش فن، يعني ده فيلم هايف جدا تافه ما يتقالش عليه فيلم، شيء رديء وشيء مبتذل وشيء لا يمت للفن بصله. وبعدين الموضوع كله موضوع مؤامرة صهيونية يهودية اتعملت في توقيت معين وهو 11 سبتمبر، علشان عارفين ان هذه الذكرى بالنسبة للشعب الامريكي بتمثل الارهاب الاسلامي. يعني ده واجب كل مصري، مش كل فنان، كل مصري بالدرجة الاولى لازم يقف وقفة احتجاجية على هذا الفيلم المسيء لسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني احنا ما عملناش فيلم يسيء لحد، يعني عشان هم يعملوا فيلم يسيء لرسولنا. وبعدين المقدسات دي خطوط حمراء زي ما تقال، يعني ما حدش يقدر يقترب منها او ما حدش يقدر يعبث بيها، يعني ما ينفعش. انا شايف ان الاساءة مش لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، لان حضرة النبي ما لا يستطيع قوة في الكون تسيء اليه بعد ان كرمه الله وقال انك لعلى خلق عظيم، وقال له وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، وقال انك فإنك المستهزئين، فربنا تكفل بالرد عليه. وانما احنا مشاعرنا تأذت من اي حد يقول كلمة مسيئة، ردنا عليه لازم يكون في السلوك. المسألة في البداية ان احنا علينا ان احنا نظهر القيمة الحقيقية للإسلام وقيمه، يعني
الإساءات للأنبياء كلها موجودة على مر العصور، مش لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بس. وهذه الإساءات تخضع لمعايير في الخارج إحنا قد لا ندركها، اسمها معايير الحرية الشخصية وحرية الفكر وحرية الاعتناق وحرية العقيدة. فالمواجهة مواجهة هذه الأشياء ليست بالعنف، ليست بالوقفات والهتاف، وإنما بإظهار الوجه الحقيقي للإسلام.